حديث الشيخ كل قرض جر نفعاً فهو ربا على إطلاقه، أي نفع للمقرض؟ أي نفع للمقرض، سواء هذا النفع كان هذا النفع مالياً أو غير مالي، حتى المنافع غير المالية تدخل فيها. لو قلت بشرط أن تسكنني دارك أو أن تركبني دابتك أو أن أحمل على سيارتك، أنا أقرضك لكن تعطيني هذه الدار وهذه السيارة أنتفع بها، فهذا زيادة في القرض لا تجوز. نعم.